وانقلوا من صلب إلى رحم إذا مضى عالم بدا تبقوا حتى احتوى بيتك المهيمن من اندفاعها تحتها نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنعم في ذاك الضياء وفي النور والسبل الرشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والماضح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق أيروم مخلوق سناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على أغلق والخاتم دماء سبقنا وصل الأقلاق والهادي إلى صراطك المستقيم يبدو في دجل متى يبدو في داجيل بهين جبينه يلوح مثل مصباح الدجى المتوقل ومن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكهلا لملحد أغر عليه بالنبوة خاتما من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين مؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله فذي العرش محمود وهذا محمد تعدي به ناقة الأضمع مقتدرا البدر كالبدر جلى ليلة الظلم وفي طافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن رسول لسيف يستضاء به مؤند من سيوف الله مسلول وأبيض يستفسى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عزمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم هو عندنا في نعمة وفاضل منزع عن شريك في محاسنه فجوار الحسن في غير منفحم الشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ماذا أقد ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على من فاتحيته لبديل جاء براد السلال ومن خاتميته برات المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدنا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاء بجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى أن يأتوا ربيعي بمدحة الشفيعي بمنطق البديعي أرغب يا مؤملي أن يأتوا ربيعي بمدحة الشفيعي بمنطق البديعي أرغب يا مؤملي ربنا صل على خير الأنام ممن على السماوات العلا بإذن ربه العلي يا دور ربيعي بمرأة شفيعي بمنطق البديع أبقي بأمل أهلا بالشار المولدي شار العلا والسدد شار النبي أحمد شار الربيع الأولي أن يدور ربيع بمرحد شفيع بمنطق البديع أبقي بأمل
قد قص بالربيع إذ كان كالربيع الأرض والشفيع لكل خاطب معدل. يعني أدعو الربيع بمرأة شفيع بمنطق البديع أبغي بها معملي. أهلا بالشار الفرحي شار الذهاب الطرحي وفخرنا والمرحي شار النبي الأفضل. يعني أدعو الربيع بمرحة شفيع بمنطق البديع أبغي بها معملي. شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور والشحن بين الشهور متوج مكلل. يعني أدعو الربيع بمرأة شفيع بمنطق البديع أبغي بها معملي. أهلا بالشار الفاتح شار النبي القاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول. يا دور ربيع بمرحد شفيع بمنطق البديع أبغي بها محمد. أهلا بالشار الناصر للحق الشار الأمر بالعرق الشار الظاهر بكل وصف أكمل. يعني أدعو الربيع بمرأة شفيع بمنطق البديع أبغي بها محمد. أهلا بالشار الهادي لمنهج الرشاد وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل. يعني أدعو الربيع بمرحد شفيع بمنطق البديع أبغي بها محمد. أهلا بشار السيد لأحمر وأسود من خاز السبق السدد يوم اعتذار الرسل. يعني أدعو الربيع بمرأة شفيع بمنطق البديع أبغي بها محمد. قد كفاها كلها أعباءها وكلها بقوله أن لها عند اشتداد الوجل. يعني أدعو الربيع بمرحد شفيع بمنطق البديع أبغي بها محمد. فيا لها من خطة جوابه في الخطة من ربي سلتعطى أشفع لدينا تقبلي. أني أدعو الربيع بمرأة